وسعاد ونور شان ربي بلغنا بجاهي في جوار خير مقعد. مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا اهلا وسهلا، مرحبا يا خير داعي. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. صلاة الله تغشى يا الله أشرف رسل محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. طلع البدر على علينا ما دعا لله دا. أيها المبعوث فينا كتاب الأمر المطاع، بعد دلف الرقاع. طلع البدر علينا من سنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. مرحبا يا مرحبا يا نور العين.
حياتي مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك له شرفا على مجده وسماء الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مقهولا مقطوع السرة تولد ذلك للشرف عند الله أيدي القدرة. ومع برزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يديه فاستأنف فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشف أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. واسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعث الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تسابقت إلى رضاعه المرضعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات.
فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته السيدة حليمة. وحين لاحظته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها، نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرمة عند الله حد موفور. فحنت عليه حنو الأمهات على البنين، ورغبت في رضاعه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين. فطالبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة، فأجابتها بالتلبية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها. فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته منظورة. فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات، فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان، ورجعت وهما لدواب القافلات يسبقان، وقد درت الشارف والسياه من الألبان بما حير العقول والأذهان. وبقي عندها في حضنتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزته ما تقر به العين، وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهته ملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركته الأنام وهو يرعى الأغنام. فأضجعوه على الأرض إضجاع تشريف وشكوا بطنه شكا لطيف، ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوا، وما أخرج الأملاك من قلبه أذى، ولكنهم زادوه طهرا على طهر وهو مع ذلك في قوة وثبات، يتصفح من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات. فبلغ إلى مرضعته الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة، فتخوفت عليه من حادث تخشاه، ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه. فردته إلى أمه وهي غير شخية بفراقه، ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه، وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، وعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأرواح
وحمينا بلقاء خير الأنام وبليغ المخدر عنا من صلاة لا حبيب سلام.